بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم إن شاء الله في الفيديو ده إزاي نحسب الانترست ريت بير يير باستخدام تو فانكشنز. الفانكشن الأولى اسمها ريت، والفانكشن الثانية اسمها IRR، وهنعرف إمتى نستخدم الفانكشن الأولى وإمتى نستخدم الفانكشن الثانية. هنبدأ في البداية نتعلم إمتى نستخدم الفانكشن اللي هي اسمها ريت، وهنطبق على المثال البسيط اللي قدامنا ده. المثال ده ممكن نوصفه من خلال الكاش فلو دايجرام اللي احنا شايفينه ده، إن أنا عندي في البداية present value اتجاه الاعلى زي ما احنا شايفين، فطبعا القيمه بتاعتها بوزيتيف، وبعدين عندي في نهايه الفتره فيوتشر فاليو اتجاهها لتحت زي ما احنا شايفين، وبالتالي طبعا الاشاره بتاعتها بتكون نيجاتيف. ممكن نمسح دول ونكتبهم مع بعض كده تاني. هفترض ان البريزنت فاليو ب 100، وبما انها لفوق فبكتبها بوزيتيف 100، وبعدين النمبر اوف بيريودز زي ما احنا شايفين كده 1، فبالتالي بكتب هنا 1، وبعدين الفيوتشر فاليو اتجاهها لتحت فبكتب نيجاتيف، وبعدين اكتب القيمة بتاعتها وليكن مثلا 105. طيب انا عايز احسب بقى قيمة الانترست ريت، فهاجي في الخلية اللي انا عايز احسب فيها واكتب يساوي، وبعدين هستخدم الفانكشن اللي هي اسمها ريت، ظهرت عندي اهي، وبعدين هفتح قوس. هيبدأ يطلب مني اول حاجة النمبر اوف بيريودز اللي هي بواحد، طبعا ممكن اختار الخلية وممكن اكتبها. تاني حاجة بيطلب مني البيمنتس، انا هنا ما عنديش بيمنتس، انا عندي بس الفيوتشر فاليو، فبالتالي هكتب كومة تاني. هيروح لي البريزنت فاليو اللي هي قيمتها 100 كوما، وبعدين بيسأل على الفيوتشر فاليو اللي هي ب 105، وبعدين اضغط انتر، حسب لي هنا الانترست ريت ب5. طبعا المثال ده سهل جدا، ان هي 100، ان انا اخدت 100 وبعدين هدفع 105، فطبيعي ان الانترست ريت بكام؟ ب5. وطبعا حاجه مهمه هنا، ان احنا واحنا بنكتب قيم البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو ناخد بالنا من الاشارات، لان انا لو جيت هنا على الفيوتشر وكتبت 105 بس من غير نيجاتيف، طبعا مش هيقدر يحسب لي قيمه الانترست ريت، فبالتالي ناخد بالنا من ضروره كتابه اشاره الكاش فلو. لو فرضنا ان النمبر اوف ييرز، ان حصل تغيير كده في المساله وبقت النمبر اوف ييرز مثلا زي كده، بدل ما هي 1 يير بقوا 2 ييرز، فانا لو اخدت الان 100 ودفعت بعد سنتين 105، فبالتالي الان هنا هتكون 2، طبعا قيمه الانترست ريت بتقل زي ما احنا شايفين. طبعا هنا القيمه مكتوبه 2%، هي ممكن يكون في كسره ولا حاجه مش باين، فهنضطر ان احنا ايه نضغط كده علشان نبين لو في اي كسور عشريه. طبعا كل ما بضغط هنا بيظهر لي رقم عشري زياده، فاحنا يكفينا بس ان هم يكونوا رقمين عشرين. يبقى بالتالي انا قدرت احسب الانترست ريت لو انا عندي البريزنت فاليو وعندي الفيوتشر فاليو وعندي النمبر اوف بيريودز. طيب ممكن نغير في المساله شويه، وبدل ما هنحسب الانترست ريت بمعلوميه البريزنت والفيوتشر، هنشيل الفيوتشر فاليو وهنعوض بدلها بالانوال فاليو، او ممكن نسميها بيمنتس. دي طبعا بتكون الانوال فاليو بتبقى موجوده في نهايه كل فتره، فدي كده الفترة الأولى في نهايتها في annual، ونهاية الفترة الثانية برضو في annual، وبالتالي يبقى القيمة اللي هنا دي عبارة عن annual اللي هي نفسها القيمة اللي في الفترة اللي قبلها. طيب في الحالة دي زي ما احنا شايفين كده، ان انا لازم يكون عندي قيمة present وقيمة annual علشان اقدر احسب interest rate. فانا هفترض ان انا في البداية اخدت 100 وبعدين هسدد كل سنة وليكن مثلا 60، يبقى كده قيمة الانوال ب60. عايز احسب بقى قيمة الانترست ريت، برضو نفس الكلام، هقول له يساوي ريت، وبعدين هفتح قوس، هختار الان بيريودز اللي هي ب2، وبعدين البيمنتس اللي هي ب60، وبعدها اختار البريزنت، وبعدين اضغط انتر. طبعا هنا الغلطة دي بسبب ان احنا زي ما اكدنا قبل كده ان انا لازم اكتب كل حاجة بالاشارة بتاعتها صح، فانا هنا المفروض الستين دي كانت لتحت، فالمفروض اكتب هنا نيجاتيف 60، فهكتب نيجاتيف، نضغط انتر، طلع لي كده ايه قيمه الانترست ريت. طيب يبقى احنا كده اتعلمنا الفانكشن الاولى اللي هي اسمها ريت، ودي بقدر احسب منها الانترست ريت بمعلوميه البريزنت والفيوتشر، او البريزنت والانوال، او الفيوتشر والانوال. طيب دلوقتي هنتعلم نستخدم الفانكشن الثانيه اللي هي اسمها IRR. طيب هنتعلم ازاي نستخدم الفانكشن دي من خلال المثال اللي قدامنا ده. طيب فهنا الموضوع ببساطه ان انا بدخل الكاش فلو ده على هيئه تيبل، فهنا طبعا زي ما احنا شايفين ان انا عندي الاستادي بيريود عباره عن 5 ييرز، فممكن نقول هنا ان دي الاند
اوف يير، وعندي هنا الاند اوف يير زيرو اللي هي بتمثل النقطة الأولى في الكاش فلو دايجرام، وهكذا 1 2 3 4 5. يبقى كل رقم من دول بيمثل الاند اوف يير، زيرو اللي هي الزيرو هنا، واحد اللي هي الواحد هنا. الخطوة اللي بعدها إن أنا بدخل قيم الكاش فلو، فأنا عندي في كاش إن فلو وفي كاش أوت فلو، اللي هي طبعا دي ممكن نسميها الريفينيو اللي هي الكاش إن، والكاش أوت اللي هي ممكن نسميها الكوستس. فإحنا ممكن نسمي هنا دي كوستس، فهكتب هنا 5000. طبعا الإشارة بتاعتها هتكون نيجاتيف لأنها مرسومة لتحت، فهكتب هنا نيجاتيف 5000، وبعدين هدخل باقي الكوستس لباقي السنين. طالما في عندي قيم هنا بكتبها، طبعا ممكن القيم دي تكون مختلفة، مش شرط انها تكون بنفس القيمة. فهنا دي نيجاتيف 3000، وبعدين ممكن اخد منها كوبي وانسخها في باقي الخمس سنين لانها متساوية. طيب الخطوة اللي بعدها ان انا بدخل الريفينيو، وزي ما احنا شايفين كده الريفينيو ان هو في نهاية السنة الاولى، يعني عند زيرو مفيش اي ريفينيو، فبكتب هنا زيرو. وبعدين في نهاية السنة الأولى 5310، طبعا اتجاهها لفوق فبكتبها بوزيتيف زي ما هي 5310، وبعدين بكررها لمدة الخمس سنين. ولو نلاحظ هنا ان في عندي كمان فيوتشر فاليو في النهاية اللي هي 2000، اللي هي ممكن نسميها سالفج فاليو. فالسالفج فاليو دي اللي هي ب 2000 هنضيفها على آخر قيمة هنا، لأن هما موجودين عند نفس الوقت، فيبقى 2000 زائد 5000 هيبقى الرقم ده 7310. يبقى انا كده حولت الكاش فلو دايجرام الى تيبل بالشكل ده. طيب الخطوه اللي بعدها ان انا بحسب بقى التوتال. التوتال فاليو عند كل نقطه هي عباره عن مجموع التو فاليوز اللي هي الريفينيو زائد الكوست. وناخد بالنا طبعا ان احنا مدخلين الكوست بالنيجاتيف، لان لو كنا مدخلناها بالبوزيتيف كان يبقى المفروض نكتب هنا نيجاتيف. طيب فانا كده حسبت التوتال وهسحبها كده علشان احسب لكل الفترات، وبعدين عايز احسب بقى هنا الانترست ريت. فعلشان نحسب الانترست ريت لمجموعه من القيم بالشكل ده هنستخدم الفانكشن اللي هي اسمها IRR. فبالتالي هقول ان قيمه الانترست ريت هنا بيساوي IRR، وبعدين ممكن اختارها من هنا، وبعدين بيطلب مني قيم الفاليوز. فطبعا الفاليوز هي القيم دي، فاختار مجموعة الفاليوز دي وبعدين هضغط انتر، حسب لي قيمة الانترست ريت اللي هي ب 41%. يبقى احنا كده اتعلمنا كمان ازاي نستخدم الفانكشن اللي هي اسمها IRR. يبقى باختصار كده الانترست ريت بقدر احسبه بالفانكشن اللي اسمها ريت لو انا عندي حاجتين من ثلاثة، البريزنت او الفيوتشر او الانوال. انما لو عندي مجموعة من الفاليوز ففي الحالة دي بستخدم الفانكشن اللي اسمها IRR اللي هي اختصار internal rate of return. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.